خلينا ما نسيبو لي زاسيون تاع الكراجات هذيك، طوروا طوروا في لي تونا في التربوده. السلام عليكم ورحمة الله. أزر فلاوي، جمعة 116، النظام، العصابة حبطوا يديهم، ما قدروش يتحركوا أمام طوفان اللي انزل على شوارع مدينة الجزائر وعلى عدة مدن أخرى من ضمنهم مدينة البويرة، اللي تشاهدوا هاد الصور تاع مدينة البويرة اللي في حراكها الجمعة 116. هذه الزرف الأول. أما في العاصمة اللي تبقى قبر العصابة، العاصمة هي قبر العصابة، على هذه العصابة متخوفة من العاصمة بزاف بزاف. اليوم كانت شوارع العاصمة كلها طوفان يجرف كل ما هو أمامه، والشرطة حقارين الطلبة كما يقولوا لهم في اليوم كما ردوها في الحراك، ما قدروا يديروا والو، وعلى بالهم العصابة باللي لو عاودوا نشروا هذيك الكوام القلوفات الزرقاء وكذا كانت راح تخلط عليهم هما، لأنه الجزائريين بسلمية سلمية الحراك قضات عليهم وتزيد تقضي عليهم وما زال قدام. اليوم كانت جمعة التصدي والتحدي، جمعة التصدي والتحدي، تصدي لكل محاولات كسر الحراك، والتحدي لعصابة فرض روحها بالقمع وبالبطش ولكن أمام شعب عنيد ما تقدر دير والو. اللي بقاو مترددين، اللي مازال عندهم شوية تاع شك في أن الحراك ما ينجحش، اليوم كان لهم درس ومازال قدام، مازال بعد رمضان إن شاء الله، مازال بعد رمضان سيكون فيها تصعيد سلمي للحراك، وسيقول الشعب كلمته الأخيرة، الكلمة الأخيرة تعود للشعب. شوف هذا تاريخ، هذا تاريخ تقدرش تنكره في تاريخ البشرية كامل. كلما ثار شعب ضد طاغية، ضد مستعمر، ضد مستبد إلا وسقط. وين راه نظام شاوشيسكو؟ وين راه نظام صدام؟
وراه نظام القذافي، وراه نظام الاتحاد السوفيتي. وين راحوا؟ وين راحوا؟ كل دول تاع المعسكر الشرقي كانت راضخة تحت ديكتاتورية، ولا واحد كان يشك انها تسقط. امبراطورية الاتحاد السوفيتي ولا واحد كان يشك انها تسقط. كلهم سقطوا تحت واش؟ إرادة الشعب. إرادة الشعب تغلب كل شيء. وهذا ما سيحصل في الجزائر، هذا ما سيحصل في الجزائر. وتشوفوا اليوم هذوك الشياطين وازلام العصابات كيفاش مهبطين روسهم ويعودوا يرازيوا الحيط. اليوم راهم يتكسلوا في قنوات العار وقنوات الاستحمار. كلمة أخيرة تبقى دائما للشعب، والشعب اللي يقول عليه راه يتحرك في هذه الأجنبية، لأنه هو موالف تحرك هذه الأجنبية، لأنه هو ما يأمنش بالشعب، ما يأمن بالشعب إلا أبناء الشعب. الله يقدر خير بلادنا، كل توفيق كل نجاح والنصر للشعب الجزائري وحراكه المجيد. مع أن نقول مبارك لأنه ما استعملوا كلمة مبارك على شدوا كروشهم درك. صحة سحوركم، صحة فطوركم، تقبل الله الصيام الجميع. السلام عليكم ورحمة الله.